وكعادتنا هنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وده بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. وكتب الرئيس السيسي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: أؤكد دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كمان امبارح أعلنت وزارة الصحة عن فحص 1,636,000 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي، وده تحت شعار 100 مليون صحة خلال العام الدراسي الجاري. تفاصيل وأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص. وكتب الرئيس السيسي عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: في اليوم العالمي للخدمة العامة أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكداً دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير. امبارح أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، هيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة يومين لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. امبارح سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار في الطاقة، حيث أشار المركز لتقرير الوكالة الدولية للطاقة IEA الصادر بعنوان الاستثمار العالمي في الطاقة خلال عام 2024، واللي بيشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول لـ2 تريليون دولار في عام 2024، حتى في ظل ارتفاع تكاليف التمويل اللي بتعيق المشاريع الجديدة خصوصاً في الاقتصادات الناشئة والنامية. وذكر التقرير أنه على الرغم من الضغوط المفروضة على التمويل، فإنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024، وده بفضل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة. امبارح أعلنت وزارة الصحة عن فحص 1,636,898 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة، وده من خلال العام الدراسي الجاري 2023-2024 منذ انطلاق المبادرة يوم 20 فبراير 2024.